مساء الخير مشاهدي الكرام، حياكم الله معنا في هذا المساء عبر قناة الشرقية من كلباء، وتحديدا من برنامجكم اليومي والمباشر حديث المساء. نلتقيكم من خلال هذه الدقائق لهذا البرنامج، نستعرض من خلاله مختلف العناوين والموضوعات المتجددة نستعرضها معكم مشاهدينا. البرلمان العربي للطفل يلقي الضوء على تجارب نخبة من البرلمانيين. مركز الشارقة للتدريب الإعلامي يفتح التسجيل لبرنامج إعلامي المستقبل. مركز كلباء للطيور الجارحة مستوطنة فريدة للطيور النادرة في المنطقة. إذن مشاهدينا، هذه أبرز العناوين لهذا المساء، ونأخذكم بجولة سريعة لأهم أخبار إمارة الشارقة، ونبتدئها بأول خبر. الشيخة بدور القاسمي تناقش التحديات والفرص أمام قطاع النشر البرازيلي، استكمالا لجولتها في أمريكا اللاتينية التي التقت فيها بعدد من الناشرين في بوغوتا بكولومبيا وبوينس آيرس بالأرجنتين. زارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين مدينة ساو باولو البرازيلية، وشاركت في فعاليات إطلاق النسخة البرازيلية لمنصة ببلشر الرامية إلى تعزيز التضامن والتنوع والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في قطاع النشر. وجاء إطلاق المنصة في مدينة ساو باولو البرازيلية لتمكين الناشرات وإدماجهن في مجتمع النشر ومساعدتهن على تبادل الأفكار وإبرام الشراكات والمشاركة في المبادرات الجديدة التي ستتناول سبل تعزيز التنوع والاندماج والعدالة في صناعة النشر. وبينت الشيخة بدور القاسمي في جلسة حوارية ضمن فعاليات الإطلاق أن المنصة تسهم في معالجة عدد من قضايا العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة، وستساعد أيضا في التغلب على تحديات الاندماج والحراك الوظيفي وفجوة الأجور بين الرجل والمرأة. إذن مشاهدينا، من هذا الخبر إلى خبرنا التالي لهذا المساء. اجتماعية الشارقة 9597 مستفيدا من المساعدات الاجتماعية الشهرية. كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أنها تقدم مساعدات اجتماعية شهرية متنوعة ل 9597 مستفيدا من مواطني إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الدخل العاجل نحو 342 مستفيدا في النصف الأول من العام 2022. وتمكنت الدائرة من توفير مبادرات داعمة لمستفيدي المساعدات التي تمثلت في التأهيل والتدريب عبر مبادرة تمكين لتشغيل الفئات المستفيدة بعقد مؤقت وبطاقة البشامة والصادرة من جمعية الشارقة التعاونية وبطاقة فزعة، وكذلك بطاقة وفر بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، إضافة إلى بطاقة السند المصرفية ومبادرة تحسين المساكن للأسر المتعففة. إذن مشاهدينا، إلى خبرنا التالي. مخيم فانتاستيك الصيفي يثري مهارات الإخراج السينمائي لدى الناشئة. أعلنت فن المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح مخيم فانتاستيك الصيفي لفن الإخراج السينمائي، وذلك بين 18 و21 من يوليو الجاري، الذي سيستقبل الأطفال من سن 10 حتى 14 مجانا في مسرح المجاز بالشارقة، ويتضمن مجموعة من ورشات العمل على مدار 4 أيام. ويهدف المخيم إلى إثراء الرؤى الإبداعية للأطفال الناشئين ممن يمتلكون شغف التعرف على أسرار صناعة السينما ويطمحون إلى أن يدخلوا عالم الإخراج السينمائي، إذ سيسهم المخيم في تعزيز معارفهم وصقل مهاراتهم في الفنون البصرية. وتسهم هذه الورشات والجلسات في صقل مهارات عشاق صناعة الأفلام
من خلال التدريبات العملية التي تعرف المشاركين الصغار على أساسيات الوسائط المستخدمة، وتوفر مؤسسة فن لعشاق صناعة الأفلام فرصة ثمينة لتعزيز مهاراتهم والتعلم من نخبة من المصورين والمخرجين ذوي الخبرة من خلال التسجيل في مخيم فانتاستيك الصيفي للإخراج السينمائي. إذن مشاهدينا، تكثر الأنشطة الصيفية حقيقة مع العطلة الصيفية للطلبة، وهذه حقيقة البرامج والأنشطة والفعاليات المقدمة من الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لاستقطاب الطلبة واستقطاب أيضا جميع الفئات العمرية المختلفة لصقل مهاراتهم وأيضا استغلال أوقات فراغهم في هذه الفترة. إذن إلى خبرنا التالي لهذا المساء، هيئة الشارقة للمتاحف تفتح باب التسجيل لمخيم إجازة سعيدة. أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل لفعالياتها السنوية مخيم إجازة سعيدة التفاعلي، وسط إشادة مجتمعية لما تقدمه من خدمات ترفيهية وبرامج تعليمية متنوعة ودورية من أجل استثمار العطلة المدرسية بما يسهم في تعزيز مخزون الطلاب الثقافي وصقل مواهبهم الإبداعية ومساعدتهم أيضا على الانفتاح على عوالم أخرى بصورة متوازنة عبر سلسلة من البرامج المتنوعة التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويتضمن المخيم الذي يستهدف الطلاب من سن السادسة حتى الثانية عشر مرحلتين، تنطلق الأولى في 18 من يوليو الجاري وتستمر لعشرة أيام، في حين تدشن المرحلة الثانية في مطلع أغسطس المقبل وتنتهي في 11 من الشهر ذاته. ويشمل المخيم سلسلة من ورشات العمل والأنشطة والمسابقات التفاعلية الممتعة التي تسعى في جوهرها إلى خلق جو إبداعي مناسب للأطفال يتيح لهم تنمية مهاراتهم ومواهبهم وأيضا توسعة آفاقهم وقدراتهم الإبداعية وتوجيههم للاهتمام بمختلف المجالات. إذن مشاهدينا، من هذا الخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة السريعة لأخبارنا المسائية، وأيضا ننتقل إلى مجال آخر من إمارة الشارقة وللاهتمام بالطفل، حيث نظم البرلمان العربي للطفل إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية جلسة حوارية تحت عنوان تجارب ملهمة يقدمها نخبة من البرلمانيين، وذلك في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فألقت الضوء على أبرز النجاحات التي حققها البرلمانيون في ظل الانعكاس الإيجابي على أداء البرلمانيين، وأيضا دورهم في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة التي لاقت تفاعلا. والحديث أكثر عن هذه الجلسة الحوارية وبرنامج البرلمان العربي للطفل، يسعدنا أن يكون معنا عبر مداخلة هاتفية سعادة أيمن عثمان باروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل. سعادتك أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور أستاذ أيمن، واليوم نتحدث عن هذه الجلسة الحوارية، وحقيقة جهودكم بارزة في إمارة الشارقة وعلى مستوى الوطن العربي حقيقة في خلق جيل مبدع وجيل مؤسس حقيقة في شخصية ثابتة وشخصية رصينة أيضا يعني لها أساس من العلم والثقافة من خلال هذا البرلمان. فبداية لو تطلعنا سعادتك على تفاصيل هذه الجلسة الحوارية التي جاءت تحت عنوان تجارب ملهمة يقدمها نخبة من البرلمانيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ضمن جهود البرلمان العربي للطفل في دولة الإمارات، إمارة الشارقة وخارج الدولة، نظمنا هذه الجلسة الحوارية استكمالا لجهود الشراكات نحن كبرلمان عربي للطفل والجهات المعنية واللي تشاركنا في الاختصاص، هي مؤسسة ربع قرن صناعة القادم المبتكرين والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. نظمنا هذه الجلسة تحقيقا لأهداف البرلمان وبرامجه السنوية، بحيث أن نكون كمنصة نقل خبرات ما بين الأعضاء البرلمانيين الحقيقيين البالغين والبرلمانيين الصغار، بحيث تكون هناك نقل خبرة عملية من خلال برامج علمية تم الاتفاق عليها مسبقا. طبعا في هذه الجلسة الحوارية تناولنا مجموعة من
المحاور منها أخلاقيات العضو البرلماني، التجارب، وخاصة أن احنا استضفنا من أعضاء البرلمانيين في دولة الإمارات متميزين على مستوى عضويتهم، سعادة شذى علاي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة فاطمة المهيري عضو المجلس الاستشاري ورئيسة لجنة الأسرة. طبعا من جانب البرلمان العربي للطفل مزن العامري عضو البرلمان الإماراتي للطفل وعضو، وهي ممثلة دولة الإمارات من ضمن 4 أعضاء في البرلمان العربي للطفل. واستضفنا أيضا العضو المميز راشد الطنيجي رئيس السابق لشورى أطفال الشارقة. وخلال هذه الجلسة تمت مناقشة مجموعة من المحاور والنقاط الأساسية وطرح التجارب المميزة، وخاصة أن كان الحضور ركزنا فيه على منتسبي شورى الأطفال أو مراكز الناشئة، مراكز الطفل، سجايا فتيات الشارقة، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل اللي هم ممثلين لجميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى حضور سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري. هذه التجارب أو هذه البرامج إحنا نطرحها بشكل دوري طوال العام، بحيث أن إحنا نستفيد من الخبرات الموجودة في إمارة الشارقة لنقلها إلى الأطفال، بحيث يكونوا جاهزين مع اكتمال سنهم القانوني للدخول إلى منافسات الانتخابات سواء على المجلس الوطني الاتحادي أو حتى على مستوى المجلس الاستشاري. ولا ننسى أن سعادة شذى علاي أيضا عضو في البرلمان العربي، تمثل دولة الإمارات في البرلمان العربي، وهي مقرر اللجنة القانونية. نعم، إذا أسماء كبيرة يعني سعادتك في هذه الجلسة الحوارية، فكيف رأيت احتكاك الأطفال مع هؤلاء الشخصيات، حقوق خصوصا الآن لما نتحدث عن الأطفال المنتسبين للبرلمان العربي؟ حقيقة هم شخصيات كبيرة بتفاصيل فكرهم بمداركهم، حقيقة لا نتحدث عن طفل عادي، إنما طفل محنك، طفل لديه مدارك، لديه ثقافة معينة. ما ننسى أن تمثيل الأطفال في البرلمان يعتبر يعني خطوة متقدمة نتيجة تراكمات في الخبرات في مجال التعليم، في مجال التأهيل، في مجال حتى الرعاية الأبوية على مستوى الوالدين والمؤسسات المتخصصة في دولة الإمارات. ولا ننسى أن من أدار الحوار هو عضو في البرلمان العربي للطفل، وهو عضو في البرلمان الإماراتي للطفل عبد الله العلي. كوننا تركنا ويعني وضعنا مساحة للأطفال للتعبير عن آرائهم والاحتكاك بمن يسبقونهم من الخبرة من البالغين في مجال البرلماني، هذا يعطيهم دافع. ومن خلال الجلسة الحوارية استذكر الأعضاء الأطفال بعض يعني بعض المواقف اللي صادفتهم مع المسؤولين، وتم تأكيد وجهة نظرهم في تلك الجلسة وفي ذلك الموقف. لذلك احنا على ثقة ان جميع الأطفال الممثلين او الممثلين لدولهم في البرلمان العربي او الأطفال حتى في شورى أطفال الشارقة وشورى الشباب هم على قدر الثقة الممنوحة لهم، ونحن واثقين انهم يطلعون يعني او يقترحون افكار مبدعة خلاقة، لهم زاوية تختلف عنا احنا كبالغين في النظر الى الموضوعات المطروحة أيا كانت، في التعليم، في الصحة. الطفل متى ما منح الأمان لي يعني إبداء وجهة نظره تراه يبدع ويبتكر وينظر، يبهرك بالنظر من زاوية مبدعة ويعني تكون متوائمة في حل الموضوعات. نعم فعلا، وخصوصا أتوقع هذه الجلسة كانت دفعة قوية لهم حقيقة في تقديم المزيد وتقديم هذه الأفكار الخلاقة كما ذكرتها سعادتك. أيضا يعني من خلال إدارة الحوار من طفل برلماني، أتوقع هذا يضع الكثير من المسؤولية عليهم كأطفال وكأيضا برلمانيين موجودين في هذه الجلسة في تقييم هذه العقول حقيقة. واليوم أتوقع خصوصا بالنسبة لإمارة الشارقة تخرج أطفال متميزين، والبرلمان العربي هو إحدى هذه المؤسسات التي تعنى بقيادة أو تعنى بصنع قيادات للمستقبل. أيضا الشراكة هذه الجميلة سعادتك مع مؤسسة ربع قرن، كونها أيضا هي مؤسسة معنية بالطفل وفي صقل جميع هذه الزوايا وهذه الجوانب في الطفل، كيف أتت هذا أو كيف أتى هذا التنظيم وانعكاسه على هذه الجلسة؟ إحنا لا ننسى ودائما نستذكر أن فوز إمارة الشارقة باستضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل بمبادرة صاحب السمو هو نتيجة
جهود سابقة ومنها مؤسسة ربع قرن صناعة القادم والمبتكرين، الجيل اللي عاصر بداية وجود المؤسسات لمراكز الطفل والسجايا ومراكز الناشئة، هم حاليا من القيادات الموجودين على مستوى إمارة الشارقة وعلى مستوى الدولة، نراهم في تقريبا في جميع المجالات الاجتماعية، العسكرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، حتى على مستوى رجال الأعمال. وجود البرلمان هو استكمال لهذه الجهود، نحن ننقل خبرة إمارة الشارقة المتمثلة بمؤسسات ربع قرن للاستفادة منها على مستوى جميع الدول العربية، وهي أيضا منصة لتبادل الخبرات بحيث أن نطلع على التجارب العربية العريقة والحديثة ونمدهم بما لدينا من خبرة في هذا المجال، وخاصة نحن بإذن الله مقبلين على جلسة إن شاء الله في نهاية هذا الشهر في 30/7 الجلسة الختامية للدورة الحالية، وإن شاء الله بتكون حضوري في إمارة الشارقة، وحاليا استكملنا تقريبا يعني 80-90% من ترتيبات الاستضافة، والأطفال يعني على أحر من جمر للحضور لإمارة الشارقة للإطلاع على هذه التجارب، هذه المؤسسات، مؤسسة ربع قرن، مؤسساتها المختلفة، وهم شركاء معنا حتى في فترة الاستضافة في الجلسة الختامية. بتكون عندنا يعني برنامج علمي ترفيهي حافل حتى موعد انعقاد الجلسة، وإن شاء الله تكون هذه الجهود مثمرة وبالتعاون مع جميع المؤسسات في إمارة الشارقة. وأحب أنوه أن ما يميز المؤسسات كدوائر أو هيئات أو جهات في إمارة الشارقة أن كل جهة لها جهود مميزة لخدمة الطفل، الشرطة لها جانب معين، هيئة المال السياحي لها جانب معين، بالإضافة إلى جهات الاختصاص كمؤسسة ربع قرن. لذلك عندنا احنا مجموعة كبيرة من المؤسسات في إمارة الشارقة بتكون معانا في اللجنة المنظمة كشركاء استراتيجيين لإنجاح هذه الفعالية ونقل خبرات، وإن شاء الله نستمر أن نكون على العهد على قدر الثقة لأولاه لنا صاحب السمو والدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لإبراز ونقل الخبرة بما يتواءم مع متطلبات المستقبل. نعم، إذا سعادتك يعني هذه الجولة أتوقع ستكون جولة جدا جميلة، لأن إمارة الشارقة حقيقة هذه الإمارة التي تعتبر صديقة للأطفال واليافعين، فيها الكثير ما يميزها من مؤسسات معنية، من كجهات، كفعاليات، كأنشطة، كبرامج، فأتوقع الوقت لن يسعفكم في هذه البرامج ولأخذهم في هذه الجولة الجميلة حقيقة في إمارة الشارقة. احنا يعني نحاول بقدر الامكان في كل فتره استضافه ان يعني نغطي اكبر قدر ممكن من المنجزات اللي موجوده على ارض الاماره ودوله الامارات، وخاصه ان خلال فتره كورونا ولله الحمد صاحب السمو افتتح الكثير من المرافق والمشاريع الجديده الترفيهيه العلميه، ونحن يعني بقدر الامكان بالتعاون مع هيئه المال التجاري والسياحي نغطي جزء منها في هذه الاستضافة، وإن شاء الله الاستضافات القادمة نغطي البقية الباقية بما يتناسب حتى مع الأجواء. إحنا في فترة الصيف عندنا إن شاء الله جلسة قادمة بعدها إن شاء الله في شهر 2/2/2023 بيكون حتى الجو أجمل بحيث أن نكون نقوم بأنشطة خارجية بإذن الله. بالتوفيق لكم في هذه الأنشطة المميزة حقيقة سعادة أيمن عثمان باروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، شكرا لك على هذه المداخلة وبالتوفيق بإذن الله في جلساتكم المقبلة وأيضا في مثل هذه الرحلات السياحية والبرنامج المتكامل لبرلمان الطفل العربي بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا لكم.